نشوف انه اذا الحديث يتعلق بمقاطعه الحزب الشيوعي العراقي، فالحزب الشيوعي العراقي يشترك في جميع الانتخابات ومقتنع بدوره ومقتنع بما حصل به انطلاقا من مشاركته، من حجمه، من دوره، من امكانياته. ولو كان يبحث عن مقاعد فدرب المقاعد معروف من خلال تحالفات، من خلال يعني ترتيب مثل ما يرتب الآخرين بالعملية الانتخابية يحصل على المقاعد. ليش هو درب المقاعد مو صناديق الاقتراع أستاذ جاسم؟ نعم، شوف القانون يحدد القانون ويحدد التحالف ويحدد المال السياسي ويحدد الإعلام، تحدد كثير من الأمور بصراحة. يعني لعب كذلك لعب التزوير دور كبير بمنح هذه الجهة مقاعد أكثر من الجهة الثانية. حديث التزوير هو مو مخترع ومو فشي يعني اليوم نتحدث به، وإنما جميع الأخوة بما فيهم الفائزون أو ما يسمى بالكبار هم بعد كل انتخابات يقدمون دفعاتهم حول عمليات التزوير الكبيرة. أنا أعتقد يعني الأمر الصحيح ليس فقط ننتظر ونفكر بمصالح القوى الكبرى أو الكبيرة وبما تفكر به وبتحليلاته ومنطلقاته، وإنما نفكر بما أفرزت هذه العملية السياسية من نتائج وخيمة.